قال له بقى ايه كده العجين عندي طريه وحلوه وكويسه جدا، فده العلامه اللي انا اعرف. بصوا طريه وفي نفس الوقت بتحركها ما بتلزقش، بتلزقش في ايدي، ايدي نظيفه، البوله نظيفه، الرخامه نظيفه، بس في نفس الوقت طريه جدا. هو ده القوام اللي انا عايزاه لعجينه البيتزا. صباح الفل. مين؟ ايمي؟ ام ايمي. صباح النور. صباح الفل. صباح الخير، عامله ازي ايه حضرتك؟ حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله كله بخير، والله كله الله زي الفل. يخليكي، الله الله يخليكي، بحبك يخليكي. جدا، وامي بنتي بتحبك جدا. تسلمي تسلمي. ايمي عندها كام سنه؟ عندها 6 سنين، في اولى حبيبتي ابتدائي. حبيبتي سلمي عليها كتير الله في يسلمك. هي المدرسه صاحيه، بقى. لسه صاحيه من النوم. ما راحتش النهارده ولا ايه؟ لا ما راحتش عشان هي عيانه. حبيبتي الف سلامه. خلاص دخول المدرسه ده العادي، اول اسبوعين ثلاثه كده كله عيان. لازم لازم المناعه تصحى الطبيعيه. كمان بدري جدا، ربنا فعندها يحميهم، كحه بقى جامده. ربنا يحميهم يا حبيبتي، ربنا الله يحميهم حبيبتي. يخليكي، الله اتفضلي. يخليكي. علي عند حضرتك طلبين. اه طبعا. الله يخليكي. اول طلب انا طلبته منك من اسبوعين ايه؟ وصلتي ما عملتهوش. قوليلي الكيكه ام عسل. الايه؟ الكيكه اللي بالعسل. حاضر حاضر. قلت لي اعملها وما عملتهاش. حاضر والله هعملها فعلا. خلاص ان انا بعد خلاص. اذنك نكتبها عشان يعني نعملها ان شاء الله الاسبوع الجاي. ماشي طب في حاضر. حاجه تاني بقى، قولي حضرتك لي. كنت من فتره في القناه التانيه اللي انت كنت فيها حضرتك، تمام. كنت عملتي كيكه اسمها 7 معالق. ايوه صح كده. صح كده؟ ايوه اه صح. انا بقى كنت عايزاها. حاضر عشان نعملها انا ما الاسبوع الجاي برضه. اه ما صراحه مش حاضر عارفاها وعايزه، بس حاضر بالشوكولاته عشان هي بتحب بالشوكولاته. حاضر هعملها لكم بكذا شكل، لان انا فاكره يوميا ان انا عملتها سويس رول وعملتها كيك محشي وعملتها كذا حاجه. خلاص حاضر. ماشي ماشي. هيبقى معلش كيك في حاجة. 7 معالق اللي احنا عملناه قبل كده والهاني كيك، صح كده؟ نعملهم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ام زين صباح الفل. صباح الفل يا شيخ. صباح الجميل يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا كل ما بعمل كيك تطلع مني مكتومه. طيب هقول لك ايه الحاجات اللي تعمليها وتخليها الكيك عندك كويس، وايه الحاجات اللي هي ملهاش علاقه بالخليط. يعني مثلا دايما اتعودي اعجني اخبزي الكيك في صينية فاتحة وعالية، يعني دايما هاتي كده صينية مخصوصة للكيك. الموضوع ده يا جماعة بيفرق جدا جدا، يعني بلاش تخبزوا الكيك في الصواني اللي هي العادية اللي هي سورها قليل جدا دي. لا انا عايزة يعني مش عارفة عايزة اشرح لكم على حاجة، هجيب لكم دلوقتي صينية وراها لكم. عايزة صينية تبقى سورها عالي، سرعة عالية على قد ما تقدري. دلوقتي في صواني كيكات بتتباع اللي هي الألمنيوم، أو بتبقى عايزاها فاتحة خالص، مش عايزة أسود ومش عايزة الحاجات دي خالص، هي مش هتلزق ما تقلقيش. بتتبطن وبتحط فيها الكيك ويبقى سرعها عالي. كل ما تبقى فاتحة الكيك وسرعها الصينية وسرعها عالي بتظبط معاكي السوا جدا. الموضوع ده بيفرق فوق ما انتوا تتخيلوا. يعني الموضوع ده في ناس كتير بتحس ان هو عادي ما هو صينية وخلاص. لا، كل ما الصينيه بقى سورها عالي والكيك طلعت فيها كده من جوه براحتها واخدت راحتها والكلام ده كله، هتظبط معاكي جدا في التسويه. تمام؟ دي برضو نقطه من النقط. وحاولي بعد ما تخلصي تسويه الكيك يعني ما تفتحيش عليها الفرن على طول وتقومي مطلعاها بره، تبقى يعني مهدلها درجه الحراره. دايما انا بطفي الفرن لما الكيك يستوي، طبعا ما بطفيش الفرن قبل ما الكيك يستوي. خلاص الكيك استوى تماما وعملت له اختبار باي خله باي حاجه، خلاص اتاكدت ان هو كله استوى. فمهم قوي ان احنا نطفي الفرن ونوارب باب الفرن كده، نهيئ درجه الحراره. فدي حاجات لو عملتيها هتظبط معاكي. وانا النهارده هقول لكم خليط كيك حلو جدا وناجح، وثبتوه هيبقى معاكم ممتاز. بصوا كل ما السور عندي في الصينيه بقى اعلى كل ما يظبط، وكل ما تبقى فاتحه كل ما تبقى احسن سواها احسن. فجربي الموضوع ده، بيبقى فيه صواني كيك دلوقتي حتى الومنيوم عادي وبتبقى سعرها مش غالي خالص، بتبقى عامله بتبقى كمان اعلى من دي، بتبقى زي الحله. فدي بتبقى ممتازه 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 في السوا، بتعلي الكيك جدا وبتدي براح للكيك يستوي براحته وبينفش براحته وما يبقاش مكتوم تماما. فجربيها وقولي لي على النتائج. تعالوا بقى ايه نبدا نشتغل بقى. خلاص العجينه اتعجنت زي ما قلت لكم وقلنا كل الخطوات. بصوا انا في الحلقه دي الموضوع بالنسبه لي تعليمي اكتر من ان انا اطلع يعني اعمل حشوات والكلام ده. فتعالوا بقى ايه بعد ما العجينه خمرت بالشكل ده كده، خلاص ضعف حجمها وبقى ده شكلها. خلاص
وعندي كمان عجينه خمرانه هنا اهو. هبدا بقى ايه اشتغل في البيتزا بتاعتي. انا كده عندي العجينه، قلت لكم كل الحاجات اللي بتنجح العجينه، قلت لكم كل الحاجات اللي بنعمل بيها صلصه البيتزا بطريقه ناجحه. الحشو ده بتاعكم زي ما انتم حابين تحطوا، اعملوا وحطوا الحشو زي ما انتم حابين. هبدا ان انا اقسم العجينه بتاعتي لكور، الكور هسيبها ترتاح شويه او هشتغل فيها على طول مفيش مشكله. اهو دي كوره كده بالشكل ده. انهي صينيه عايز؟ انهي صينيه دي؟ حاضر انا ممكن انزل. مش هرد عليك.